راحت تحس انها تحس انك ندمت عليه مع 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 وقت الشهرة اللي وصلت لها انت او خطا اخطيت على شخص وتحس ندمت انك اخطيت عليه؟ والله الحمد لله ما في شيء. لا تحصل احنا انا الحين صايق ما بعد صار شيء. لا 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 عنده انا تابع انا كلنا نحن حطيت نظره هذا ايوه شو اسمه ريان ولد عمك ولد عمك صح؟ لا ريان ابو حذر ايه؟ اول ما شفت الرجال ما هضمته يا رجيم ما بلعته يا ريان قلت له ريان جيت امس قلت له يا ولد رجال شوف التصفيات ادعي انه ما يقبل معي او انه ما يكون معي بالمجموعه يا اخي شخص ما ادري شلون احس انه شايف نفسه نفسية لا قلت له أمس قلت له حبيبي نفسية وهو يضحك الليل واليوم لا إيه يوم قعدت معاه شفته يوم عرفته طلع عكس جيت قلت والله إني ظلمتك أنا سامحني ريان عجيب لا ترى بيني ترى في ناس والله يا ريان بس ريان أنا أنت بتأت يوم جيت من الشقة تقبلتك بعدين ليش عرفتك راعي علوم يوم إنك تقول كم تدفع أنا بقول ريان تدري هذا متى أعرفه ترى اعرفه من 7 سنوات بس متى قابلته؟ تصفيات والله ريان ذاك عسل ما شاء الله لا ريان والله سيء هذا ترى تابع من اول ها؟ هذا اتابع من سنه هذا اسوي ما اتابع انا اسوي لايك عند مقطع ابي مثلا اخذ قماش ولا باخذ غطره ولا باخذ مسبح اسوي ذا انا بقول لك واخر شيء لا تدري متى شلت اضافه؟ يوم التصفيات يعني ترى ما اعرف تدرون في واحد اشترك البرنامج الاول تدري كان في واحد يتابعني من يوم البرنامج الاول ولا رديت اضافه لا يوم دخلنا التخصص شل الاضافه انا يوم قبلت الاضافه طلع لي اسمه القديم طيب ما هو عبد الله صالح اي ما هو انا اسمع انا حكمت على فيصل الصراحه ايش في؟ جيت سلمت عليه اول يوم في التصفيات الرجال شادها لا جاني قال معك فلان قال معك فلان الفلاني هي المشكله قبل اعطاني اسم انا اعرف هذول كلهم اعرف الربع كلهم هذا منين جاء انت ما خليت لا سيدي من طلع صديقي ولا اختي انا اسمع انا الرجال قد ضافني بالسناب وضفته عرفت قبل ايه في تويتر ضافني وضفته قلت بجي الرجال خلاص قدر يعرفني بجي اسلم عليه اعرف اسمه سوى مجنون ما يعرفك كانه ما يعرفني انا طبعا جيت اسلم عليه اول مره يا اخي انا بعلمك ايش حق اللي بينك وبينه ايش والستريك اللي بينك وبينه المهم ايه ايش جاء في بالي انا قلت ذا نفسيه شيء نفسه شايف نفسه انا ايش طبيعي نعطيها الشخصيه ذيك انا القلاب الملك ما عليك من القلاب انا ايش جيت تسلم علي اول مره الناس يحسبون في وايدين مكلميني وايدين مو بواحد ولا اثنين فيك كبره فيك شوفه نفس يا اخي هذه ما هي بكبره اسبغني اسلمك ها سلامات توني اتذكر تدري متى ما قبلتك وقهرتني يوم التصفيات مجمعنا 60 هذا تذكرتني ذاك اي كان الرز نفسه يبرني لا يمكن ذب علي جاك من القطري اعرفك ما تعرفني ذكرتها تذكرت اني بدخل لك سوا قلت خليني ادب قهرني انا ما جاي قطري من البرت لا يا احنا بدينا التصفيات خذ كل الاغراض اللي في السياره البستات قلت والله حلو البس خلينا ندخل التصفيات خذ عقال القطري كذب سعودي كل شيء من جهه خليك مني لا انا ايش تبعي صل على النبي ايش تبعي انا ثقيل عرفت لين تعرف اللي قدام ثقيل لين تعرف تخيل الحين تجي تسلم معاه قاعد اضحك معاه بيقول ذا مخفف ثابيع خليك لين حبه حلك رسمي هذا وما قابلته ما كنت اعرفه من اول قلت خليني بشوف يوم رجعت الدمام واطلع الخبر انا ولد اخته ليه هو تابع سنوات قلت له مع قال ذا خالي زيني ما سبيت عرفت؟ ايه نعم انا شفت يا رجال حتى يكلمني ذاك اليوم كلمته فيديو شف انت معنا في المجموعه الثانيه ما قلت منت كذا ما قلت منت عادني شف ايه قلت لي الله يوفقنا وياك دخلت مع المجموعه الثانيه هذا مو اصلا يوم قابلته ما هضمته شفت نهايه اسمه هذا يوم شفت صورته انا في التصوير اول ما قابلته ما هضمته يوم شفت صورته في التصوير ما هضمته انا اعرفك من 9 سنين ما تعلم كذا تروح مكان المهم عمر والله انت تعرف العالم كله اللي قابلته في البدايه ولا هضمته ولا انبلع لي مع زور
فيصل الدبالي صدق شنو رجال رسمي رجال رسمي ولا ينظر فيك بعين تعطينا صدق متى هضمته ينظر فيك بنص عين بعلمك نهداك زلمه نهداك يا حبيبي ايه. هذا هي طول عمرك المهم يا طويل العمر السلامة ونحن نجلس أول يوم ولا الرجال ما انبلع لي معزول ولا يحاكينا ولا يطالع فينا ولا يعطينا وجه المهم وأنا في رسمي مع الشباب إلا مع ذا خليك معنا هنا بالله طبعا ذا عارفه من زمان وشباب البقية ما أعرف أنت ما أعرف المهم خذينا عطينا سولفنا اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث للرجال بدأ يتعدل ويسولف معنا ويأخذ ويعطي معنا الناس يحسبونها لبدا كلام الناس يحسبونها كبرة وزودة وهي لا طبعا كذا رسمية كلنا ترى كلنا ذاك اليوم حتى هو قال ميدي قال أنا شفتك ذاك اليوم نفس ما قلت سولفت مع الرجال وخذيت معه وعطيت إلى درجة إني عرض ما عندي بيصلت أعرض من عند عبد الواحد تام ونمسكها سوالي في الأخير إيش طلع فيصل الدبالي طلع من خيرة من دخل في النسخة هذه والله العظيم طيب سؤال يا سمعت متى أول ذبة ذبيت على فيصل الدبالي أمس الذبة الرسمية حسيت إنك كسرت الحاجز كسرت الحاجز خلاص خلاص من رسمية أبى أسألكم سؤال يا الله أبى أسألكم سؤال أبدأ من عندك يا عبد الله وش الموقف اللي غير حياتك من الأسوأ إلى الأفضل الموقف اللي غير حياتك من الأسوأ إلى الأفضل تفضل عطى مثل ما هو لا ما يحتاج الأسوأ. مثل هو الموقف ما هو من الأسوأ إلى الأفضل يعني. بس إنه خلاني ألتفت للحياة اللي هو هو وفاة واحد من أخوياي الله يرحمه ويغفر له الله يرحمه